كان كنت اخباركم ان شاء الله تكونوا بخير. طبعا حاليا عندنا الساعة 1 تقريبا الظهر. انا في هذه السفرة عبارة عن كمبار، لا اتسبح ولا شيء، يعني يا دوب عندنا برايفت سويمينج بول، شوية شوية بلبط على الخفيف. اللعب كله عند احمد ابو احمد، وانا ترللي، وضعي ترللي، ما اقدر اسوي شيء. يلا ما يخالف نشوف، انت طمش شنو يعني، عادي مو لازم اتسبح. شوف اني انا قاعده امارس اجمل لحظاتي. نعم هذه اجمل لحظاتي. حبيبي حبيبي الغرابيط.